دعوة لأخنوش وحلفائه لإجتماع طارئ بسبب الغلاء. دعا حزب الأصالة والمعاصرة قيادة الأغلبية الحكومية لعقد اجتماع طارئ من أجل تدارس الوضعية الاقتصادية المستجدة وانعكاساتها الصعبة على الواقع المعاش للكثير من فئات المجتمع. وأضاف بلاغ بيان للمكتب السياسي للحزب الصدري اليوم أمس الخميس أن طلب الاجتماع طارئ يشمل أيضا مقاربة تقارير بعض المؤسسات الدستورية والاستراتيجية التي تعنى بالشأن المالي والاقتصادي. ودعا حزب الأصالة والمعاصرة الحكومة إلى الحزم وتشديد المراقبة أكثر والمواجهة الصارمة لجشع المضاربين وتصرفاتهم التي تصل درجة الخيانة الوطنية في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر منها بلادنا.